كننظموا كل سنه يعني قوافل طبيه وتعديلات التخصصات. نحاولوا نقربوا الخدمات الصحيه من المواطنين وعلى وجه الخصوص نساء الحوامل الاطفال. عندنا طريق بعيد الحاله ما مولفناش كنولفوا الطريق. كنخرجوا باش نحسوا الناس نديروا لهم التحسيس ونشوفوهم لان هما اصلا مع المرض ديال كورونا ما بقاوش كيخرجوا. كنجيبوا معنا الادويه اللازمه والتلقيحات اللازمه لان هاد السكينه كيوجدوا صعوبه باش يتنقلوا لنا المركز. اهلا بكم. كل سنه ما بين 30 نوفمبر و 15 مارس كتنظم وزاره الصحه قوافل طبيه متعدده الاختصاصات لفائده ساكنه المناطق البعيده والنائيه واللي كتضرر من جراء الثلوج وسوء احوال الطقس وبالتالي كيصعب عليها التنقل لتلقي العلاج. ومراعاه لهذا الظرف الاستثنائي اللي كنعيشوه بقات وزاره الصحه ملتزمه ببرنامج رعايه اللي استفدت منه هذه المره ساكنه الدوار تماست جماعه راس القصر اقليم قرسيف. الروبورتاج. هذه سنوات وبرنامج رعاية من اللي تأسس في المملكه المغربية وكان برنامج وطني للرعاية في الأماكن الهشة الأماكن الفقيرة الأماكن للوصول لها صعيب ما يكونش طرقات ما تكونش دي وخاصة في أيامات البرد لأنه بعض الاحيان كان واخا يكون نقدروا نوصل لهم في اوقات عاديه ولكن في ايامات البرد كتكون هناك مشاكل ديال باش نوصل لهم. الليدا الفرق الطبيه ديالنا كتكون بعض الاحيان متخصصه كتمشي لهذا الاماكن كتقوم بالعلاج ديال هاد الناس كدير معهم التلقيحات او البرامج الصحيه كلها كدار وكذلك كتقوم ب ب ب ب ب يعني بواحد التوعيه ديالهم لواحد المود سان دو في. ديال الكارافان لا ميني كومبان دونك لا ميني كارافان اللي درنا في هاد الدوار تماس دونك انستالي ديسبوزيتيف ديال لي سبيسياليتي جبنا دونك جبنا طب الاطفال طب النساء وجبنا الطب العام. بالاضافه غادي نحاولوا نديروا واحد تيست رابيد دونك التحليله السريعه السيرولوجيه بالنسبه للمرضى دونك يعني ارتئينا دونك نسيزي لوكازيون باش ندير لهم تيست رابيد بالنسبه للناس اللي عندهم اعراض اللي فات اسبوع اولا نشوفهم تيستيو المناعه ديال لابوبيلاسيون نشوفوا هاد المنطقه معها هي نائيه واش كاين كان اللي كان دار الكوفيد وما عرفش باش نتيستيو المناعه ونعرفوا واحد الفكره على الـ على الـ على المناعه يعني الجماعيه في هاد الدوار. حاولوا نديروا شي واحد من الدراري اللي يتكلف باش يدخلنا على حساب خطره ندخلوا وليد صغير على حساب وسط الطلبات اللي عندنا لداخل اللي خاص لي بيزوان اللي خاصنا لداخل. دونك بالنسبه للاخوان ديال الهلال الاحمر المغربي تيقوموا يعني ب اولا تيقوموا بالاستقبال تيقوموا بالتوعيه الصحيه تيهضروا لهم على المرض الكوفيد 19 تيهضروا لهم يعني على التلقيح تيهضروا لهم على تشجعهم على التلقيح دونك التلقيح وكذلك غادي يحاولوا يعني ياخذوا لهم تياخذوا لهم يعني داك لي كونستانت تياخذوا لهم لا طونسيون ارتيريال تياخذوا لهم لا غليسيمي دونك نسبه السكر في الدم تياخذوا لهم ليموغلوبين غليكي داك خزان الدم وغادي يديروا لهم التحليله السريعه ديال الكوفيد 19 دونك غيديروا لهم التحليله السريعه ديال الكوفيد 19. تاخذ الورقه ديالك غتمشي عندهم هنا لاصال ياخذوا المعلومات عليك ومن بعد غتمشي عند الطبيب. بالنسبه لينا حنا في اقليم قرسيف يعني تنظموا
كل سنه يعني قوافل طبيه متعدده التخصصات تتشمل على تخصص طب النساء، طب الاطفال، امراض الغدد والسكري، طب الاسنان، الطب العام، تردموا ثلاثه القوافل الطبيه بجامعه بركين اللي هي مهدده بموجة البرد والساقع ومنطقه نائيه، دونك تنظموها بدوار تمجيل قافله، دوار بني بويل قافله، بدوار بني مقبل ابعد نقطة على الاقليم قافله، وتنظموا هذه القافله اللي نظمنا اليوم بجامعه راس القصر بدوار تمس اللي هي نقطه نائيه ومهدده بالبرد تحت الثلج في هذه المنطقه هذه. كذلك في اطار برنامج رعايه تنظموا وحدات طبيه متنقله، يعني تنديروا التغطيه الصحيه لذوك النقاط المعزوله اللي اموان يعني افيبل ريسك، لان يعني هذه المناطق اللي تنديروا فيهم القوافل تسمى او ريسك، الاخرين افيبل ريسك، دونك تنديروا فيهم الوحدات الطبيه المتنقله اكثر من 100 نقطه تجمع. دونك هادو تنديروا واحد البرنامج اللي تيكون يعني بخي ايطابلي مسبق تنسيق مع السلطات الاقليميه والمحليه، دونك تيكون تنقوموا بهذه الوحدات الطبيه المتنقله. بالنسبه لهذه القافله نتاع هذه السنه يعني عندها واحد الخاصيه اللي جات في ظل يعني تفشي وباء فيروس كورونا بالبلاد ديالنا، وبالتالي هناك كانت تعليمات لا من طرف السلطات الاقليميه ولا من طرف لجنات اليقظه الاقليميه ولا من طرف وزاره الصحه عبر دوريه اللي صدرت من طرف السيد وزير الصحه، يعني باش يكون وهذا التنظيم ديال هذه القافله يعني انت هذا العام يعني نسيبريو هذه لابوبيلاسيون ويني بواحد الظروف اللي تتنظمها يعني هذيك الدوريه، يعني انه خصنا يعني نقتصروا على داك الوحدات الطبيه المثقله و لي ميني كومباني يعني القوافل الطبيه المسخره اللي تضم تخصص او تخصصين على الاكثر. ما كاين خصك لان هذه الحمله خمسه ديالك خمسه كتاخذي شي فيتامين؟ لا كتاخذي شي كيله ديال الحديد؟ لا واخا ما كتضربش كرشك واستحي المره واستحي المره بكرسي جا عندنا مقدم قول لنا غدا ان شاء الله غيجيو الاطباء غيعطيكم الدواء. خالتي شحال في العمر ديالك؟ ها؟ شحال في العمر ديالك اخالتي؟ اه انا عارفه بنتي انا عارفه. واخا خالتي قلتي لي علاش كداوي؟ ها؟ شوف الدواء اللي تديري كداوي على القلب ياك؟ واه كلشي على القلب. وفوقاش ما شافكش الطبيب؟ ها؟ وفوقاش ما شافكش الطبيب؟ الطبيب ديال تازه مرمي غاسطو صاحبه وطبيب تازه مرمي غادي ولا؟ اه ايوا ما تسولغ شوي اه؟ بلاتي شوي لا مرمي يتورد تمكار وتومي فاحظ اينا دابا شهرين يمرمي غاس طاحظ ايوا تكمل شهرين ادرح قلت لك مشات عنده قال له دوم ورجع كتشدك النهشة خالتي؟ كتشدك النهشة؟ كتشدك النهشة كي تنفخوا ليك رجليك؟ نشوف ورينا خالتي رجليك مريس لاين مريس نشوف واخا شوفي خالتي غادي ديري لنا واحد التحاليل ياكي ها انا نعطيك ديري لنا واحد التحاليل ايه التحاليل وتاخذي واحد الدواء ديال الطنسيون اه التحاليل ديال الملح وتشوفي الطبيبه ديال القلب ضروري صافي والدواء ديالك غتبعي ليه صافي انت خالتي غدوزي عند اللي مكلف بالدواء يعطيك الدواء واحد هذه الشريفه باش نمشي لكرسي عند الطبيب ديال القلب عندنا حنا في كرسي ما تمشيش لشي بلاصه اخرى سير الطبيب ديال كرسي اختصاصي ديالنا في النقد وهذه ديال الدواء غادي نعطيوك الدواء ديالك هذه غادي تشربي جوج حبات في الصباح وجوج في العشيه العشيه واه جوج في الصباح وجوج في العشيه هادي ام انت تشربي وحده ها غادي تشربي وحده في النهار عندك 3 شهور ها شهر ها شهرين ها 3 شهور الله يرحم الوالدين الله يرحم الوالدين الله يرحم الوالدين
هذه عاوتاني وحيده في النهار. هذه غير وحيده في النهار من هاد الزقه. غير وحده. واه وحده. اشهر اشهرين. واه. جينا لهاد الدوار دوار تماس بحال كل سنه باش نحاولوا نقربوا الخدمات الصحيه من المواطنين، وعلى وجه الخصوص نساء الحوامل، الاطفال، الناس اللي عندهم امراض مزمنه، السكر، القلب، التونسيون، الكوليسترول، هذا باش نشخصوا الحاله ديالهم ونعطيهم الدواء ديالهم. السنوات الماضيه كنا تنقوموا بالقوافل يعني في المدارس وداك لي طونط وداك لي شابيتو. هذا العام هذا يعني الدوريات يقول لك ان خصك دير القافله مصغره وفي مؤسسه صحيه تابعه لوزاره الصحه اللي شرت عينا باش نديروها في هذا المستوصف القروي اللي بالمناسبه هذا هو اول يوم افتتاح لتشييد في اطار يعني البرنامج ديال تنميه اقاليم الشمال. دونك اول افتتاح ديال هذا المستوصف القروي اليوم ودرنا فيه هذه القافله المصغره. كذلك يعني هاد القافله ارتئينا يعني باش نديروا لي تيست رابيد، دونك التحليله السريعه ديال الكوفيد باش نتيستيو يعني نشوفوا بالنسبه للحالات اللي عندهم انفلونزا وفايتين اسبوع باش يبان لهم داك مضادات الازام لي زونتيكا، اولا نتيستيو ليمينيتين تاع هاد السكينه بالنسبه اللي يقدروا قدر الله دازتوا المرض ديال كوفيد 19. المجال هذا مجال قروي شويه ديال الوعي ديال الامهات، بقى نقص ديال الوعي فيما يخص الدفاتر الصحيه. كيقدروا يجيو عندك كيجيبوا ما كيجيبوش الدفتر الصحي ديالهم، دونك داك التتبع ديال داك الكالندري فاكسينال ديالهم ما كيكونش ماشي كما يجب. على بارمي المشاكل اللي كنلقاو زايد ان الناس ما عندهمش اهميه للتتبع ديال الاطفال ديالهم سواء الحمل ديالهم. باش نديتو هاد المشاكل هادو كنحاولوا اننا ننصحوهم، كنحاولوا اننا نديرو دي رابيل عن طريق زعما هاد الخرجات اللي كنديرو، خرجات ميدانيه لعندهم. هو المشكل الاول عندهم المشكل ديال انهم يوصلوا عندنا للمراكز الصحيه القرويه، دونك كنحاولوا حنا نديرو نقاط انا حنا نوصلوا عندهم للاماكن ديالهم، كنكملوا معاهم في الدفتر ديالهم، كنكتبوا لهم لو رونديفو سوا غادي يجيو عندنا يديروه تم، ولا ما جاوش للمركز الصحي حنا كنوليو نرجعوا عاوتاني في خرجه اخرى. خرجات كتكون من حل لاخر زعما باش نتابعوا الحالات ديالهم ونتبعوا التلقيح ديالهم باش يمشي كما يجب. ها هو الموعد درتو ليك 12 شهر 4 صافي غيجيك بالاثنين، حاولي تجي فيه ان شاء الله. راكي عارفه التلقيحه ديال 9 شهور في الوقت. سلام. يا شكرا. العفو. التحاليل تهبطي ديريهم، كاينه العديد تاخذيهم كل نهار تاخذيهم، ومر الولاده تاخذيهم يعني شهرين مر الولاده، والولاده ضروريه ما توليش في الدار. يعني منين يجيك الحريق نسقي مع الشيخ، لان حنا تنسقوا مع القايد مع السلطات. انتهي علم الشيخ هو غادي يتصل بالقايد وغادي نصيفطوا لك يعني تنساق مع الجماعه، نصيفطوا لك لومبيرونس نصيفطك لدار الولاده، ولا كان ولدي ولدتي تما مزيان ما ولدتيش غنصيفطك لقسم الولاده والشفاء الاقليمي. عندنا الطريق بعيد الحاره، ما مولفناش كنولدوا في الطبيب في السبيطار، حنا موالفين كنولدوا هنا وصافي يعني ما عرفناش. جيت نشوف واش راني حامله ولا ما حاملاش باش نحيد الشك. يوم ملي جيت عند الدكتور وقال لي راكي حامله خصك تجي عندنا لراس القصر تبعي تما. عندك عمي شويه طونسيون طالعه، عندك كدير الريجيم ولا ما كديرش؟ ما كديرش الريجيم. كتنقص الملح؟ كنقص الملح. كتنقص الملح، ما كداويش على شي حاجه اخرى؟ لا. انت عمي الطونسيون غادي يبداو لك ان شاء الله الدواء، ولكن الريجيم ضروري صافي. الريجيم شنو هو؟ هو الخبز ديالك مسوس، غير جهه غير الخبز ديالك مسوس، الدواء زولا خد معاه مالين الدار صافي. ولكن كنتي كتشرب القهوه حيدها. القهوه ما كنشربهاش. صافي مزيان.
السيد عنده ارتفاع في الضغط الدموي، دونك غادي نبداو له ضروري الريجيم والدواء، حيت بالنسبه لي شيف خلي عنده ريجيم بوحديتو ماشي كافي، وغنعطيوه بيان سور واحد التحاليل اللي كنعطيوهم لصحاب الطونسيون بما فيهم التحاليل ديال السكر ديال الكلاوي ديال الغدد ديال لا تيغويد ديال الكوليسترول والشحمه في الدم ان شاء الله، ويتبع وبقى تعبر الطونسيون عمي، بقى تعبر على الاقل مره في السيمانه نوجنو واه الشفاء ان شاء الله. هادي نديرهم في كرسيف. ديرهم في كرسيف. عرفتي هاد الدواء اللي تاخد عمي دابا ياك؟ ديال التنسيون. ديال التنسيون. تاخد حبه كل نهار، دابا هنا عندك المده ديال 3 شهور، ملي يكملك غتمشي لراس القصر يزيدوك. كل الصباح انا. كل الصباح حبه. قبل ما نفطر. واه. ها 3 شهور عندك. ومن تكمل الدواء ديالك يبقى لك واحد النهار ولا يومين هو راس القصر وريت ما يحلوا لكم المركز ديالكم هذا وبقى تعبر الطونسيون ديالك عمي. نعم واخ. وتبع الريجيم ديالك الخبز ديما مسوس اغرو ما مساس. بالنسبه للحمله الوطنيه للتلقيح اللي بدينا في اقليم كرسيف باربع محطات تلقيح اربع مراكز تلقيح في الوسط الحضري ابتداء من يوم الجمعه غادي يتم يعني غنفتحوا اربع مراكز اخرى ثلاثه بالمجال القروي ومحطه اخرى بالمجال الحضري دونك هناك توسيع ديال فتح مراكز التلقيح الحمد لله العمليه تتمر يعني بسلاسه بظروف حسنه هناك استجابه نتاع المواطنين هناك استجابه نتاع الصفوف الاماميه من اطر صحيه تربويه وامنيه اللي غنبغي ناكد هنا في السياق ديال هذه القافله هو ان هذه السكينه غادي نحاولوا نقربوا لهم يعني داك لا بريستاسيون هذيك الخدمات ديال التلقيح غادي نحاولوا ان شاء الله نديروها لهم في هذا المستوصف القروي تاع تماس باش نقربوا لهم الخدمات ونحاولوا تكون واحد المناعه جماعيه على المستوى ديال هاد الدوار ان شاء الله. الزياره كتدخل ضمن الاستراتيجيه اللي دايرها وزاره الصحه. هذه الزياره كنقوموا بها حنا اربعه المرات في العام. كنحاولوا نقربوا للساكنه اللي كيصعب عليها الولوج للمركز الصحي. الفئات المستهدفه كاين كنهتموا بصحه المراه والطفل، كنديروا لنا نلقحوا الاطفال اللي ما كملوش التلقيح اللي كيتصاب التلقيح ديالهم في ذاك النهار اللي كنوصلوا هنايا. بالنسبه للنساء كنديروا مراقبه الحمل، كنديروا التخطيط العائلي، التلقيح النساء ديال ضد الكزاز ما بين 15 حتى 45 عام، كنشوفوا الناس اللي كيتبعوا الامراض المزمنه، نشوفوا الامراض الاخرى اللي كتشكى بشي مرض وهذا. مايلو شوف تيا كان السكر تيا انتيا السكر واه ايش من غير الصباح قبل ما تشرب تو خاطر تسودي الشتن غير وزي النهار ايش غير تمديت سنجي الماكله حفيظه مراكش ديري ريجيم كتشربي الدواء ولا مراكش ديري ريجيم؟ انا ما نشربش حتى الدواء. ايوا وعلاش يا حفيظه؟ شوفي راه طلع لك 3 غرام و كان عندي النهار اللي عبرتو في التالي كان عندي غرام و 77 ولكن علاش سمحتي في الدواء ديالك؟ جيت لهنايا العربيه ما كاين لا دواء ما كاين لا فين توزني ما كاين لا فين لا ولكن واخا الدواء ديالك من تجي جيبيه معاك. هذاك الشيء اللي ما واه جوج معايا رقيقه كملت لي وهذيك هذوك وراه طلع لك دوك غادي نعطيوك الدواء وخاصك تتبعي الدواء ديالك. انا عندي الطونسيون وعندي السكر ونمشيو للسبيطار يعطيونا زعما الكلينه تاع السكر يعطيونا الطونسيون يعبرونا السكر يعبرونا الطونسيون يعبرونا يعطيونا الدواء. ودروك انا غير من جيت لهنايا الحال بعيد عليا اللي ما فين ما مشينا يعطيونا الدواء. شربي وحده في الصباح قبل الماكله وحده في الصباح واه قبل الماكله هاك هذه غادي تشربي وحده
في الصباح وحده في الليل مور الماكله. صافي مور الماكله هذه ياك. هذه على ود الطونسيون شربي وحده في الصباح، هذه راه فيها شهر وتجي تعبري عندنا، تجي تراقبي وتاخذي عاود الدواء ديالك. صافي نراقبوها ونشوفوا واش غير هذه كافيه ولا نزيدوا نشوفوا. بارك الله فيك. الله يشافيك. امين. مزيان دارت اللقاحات ديالو اللي قبل، ولكن خاصها وحده ديال 5 سنين هو مازال ما دارهاش. غادي نكملوها له اليوم ان شاء الله. ان شاء الله نديرو له التلقيحه غادي دير له شويه ديال السخانه ضروري. ملي تمشي للدار ديري له شميعات ديال السخانه كل 6 سوايع ديري له واحد الشميعه باش ما تطلعلوش السخانه. ان شاء الله. الخدمات اللي كنقدموها في هذه القوافل الطبيه هما الخدمات اللي كنقدموهم نفسهم في المراكز الصحيه، غير هو نظرا للصعوبه ديال الولوج ديال هذه الساكنه للمراكز الصحيه حنا سنويا وواحد المعدل ديال 4 المرات في السنه كنخرجوا كيخرج الطاقم ديال الطاقم الطبي والطاقم التمريضي، كنجيبوا معنا الادويه اللازمه والتلقيحات اللازمه لان هاد الساكنه كيوجدوا صعوبه باش يتنقلوا عندنا للمركز. من بين هاد الخدمات كنراقبوا الصحه ديال النساء الحوامل، كنكملوا التلقيحات بالنسبه للاطفال اللي انقطعوا على التلقيحات ديالهم. عندنا كمثال هذا الطفل هذا اللي جينا وراقبنا الدفتر الصحي ديالو ديال التلقيح ولقينا بانه خاصه واحد التلقيحه ديال 5 سنوات ما كملهاش. اذا غادي نكملوا له هذه التلقيحه ديالو على حسب الجدول الوطني ديال التلقيح. كاين اطفال اخرين اللي ما قدروش يكملوا التلقيحات ديالهم، كنوجدوهم مسبقا، كنديروا واحد اللائحه ديال الاطفال اللي ما قدروش انهم يكملوا التلقيحات ديالهم، كنعطيو اللائحه للمقدم او المقدم ديال الدوار ديالهم كيستدعيهم باش ملي نجيو حنا كنكملوا لهم دوك التلقيحات ديالهم. جاي ناخذ الكليله ديال الحامل. شنو كتشربي في الدواء؟ انا ابار هذا المانع تاع الحمل اللي هو الكينه، كاين موانع حامل وحدين اخرين، كاين الواقي الذكري، كاين السلك اللي هو الديو، كاين الليباري اللي كيديروه من نسا من 3 شهور ل 3 شهور. واش كتفكري انه تبدلي ديري شي وسيله واحده اخرى بلا الكينه؟ لا ما كتفكريش. دابا كنديروا التخطيط العائلي او بمعنى انه كنشرحوا للنساء الموانع الحمل اللي عندنا باش يديروا تحديد النسل. النساء اللي ما باغيينش يزيدوا يولدوا ولا باغيين يديروا ليسباسمون دو نيسونس اللي هو تحديد النسل يتسنى واحد المده عادي يولدوا. كنشرحوا الموانع اللي عندنا باش الا كانوا باغيين يبدلوا الموانع ولا شي حاجه ما كتجيش معاهم بحال صحاب طونسيون اللي ما كتجيش معاهم لا بيلول، كنحاولوا انه نعطيوهم موانع حمل وحدين اخرين باش يبدلوهم اللي تجي معاهم. ما نقصناش من زيارات، بالعكس واخا كاين التلقيح اللي غيبداو واخا كاين الجائحه وبالعكس كنجيو باش كنحسوا حتى الناس على السياطات الاحترازيه، الكمامات، غسل اليدين، التباعد الاجتماعي. بالعكس كنولينا كنخرجوا باش نحسوا الناس نديروا التحسيس ونشوفوهم لان هما اصلا مع المرض ديال كورونا ما بقاوش كيخرجوا ما بقاوش كيجيو، حنا اللي كنجيو كنوصلوا لهم. عمليه التلقيح ضد الكوفيد 19 بدات منذ اسابيع ولكن مازال يومنا هذا كتسجل حالات اصابه يوميا، داكشي علاش وزاره الصحه واكبت تنظيم هذه الزيارات والقوافل الطبيه في ظروف كتحترم كل معايير السلامه من اجل حمايتنا من انتشار الفيروس. حلقتنا اليوم انتهت، موعدكم مع حلقة جديدة كتهم صحتنا جميع الأحد المقبل في نفس التوقيت.